باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بعدما كلم الله الآباء بالأنبياء بطرق مختلفة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. جميل أوي معلمنا بولس الرسول إن هو يقارن العهد القديم بالعهد الجديد ويعمل مقارنة جميلة كده، ويبدأها يبدأ رسالة العبرانيين بالآية الجميلة دي. الله زمان كلم أبائنا بالأنبياء، لما جه يكلم أبائنا أبويا وجدي ما كلمهمش، ما كانش فيهم حد يعدل لمؤاخذة يعني، فكان يختار من الأنبياء نخبة ويقول لهم خدوا الرسالة دي روح قولوا الآباء، الناس الكبار الشيوخ دول روح علموهم، كان لسه فهمهم على قدهم. فكان الله يكلم أبائنا من خلال أنبيائه اللي اصطفاهم واختارهم. لكن العجيب في هذه الأيام، يقول بولس الرسول الأيام الأخيرة، يعني جه خلاص كلمنا في ابنه. إيه رأيكم لو مثلا قلنا البابا تودروس بعت رسالة للكنيسة، نفرح ولا ما نفرحش؟ نفرح. طب لو جيب نفسه الكنيسة يكلمنا، لا بقى ده موضوع تاني، كنا هو يبعت رسالة بواحد مخصوص مكلف من قبله يسموه نائب باباوي، فده يعني فخر لينا، بعت لنا نائب باباوي في الكنيسة اللي بتاعتنا الكحيانة دي يكلمنا نائب باباوي. طب تخيلوا بقى يقول مش هبعت نائب باباوي، هاجي بنفسي أكلمكم. موضوع كبير قوي، كن ربنا يميزنا عن أبائنا القديسين، يعني إحنا نطلع فين؟ إحنا في الآباء الحافظ على الإيمان من آدم لغاية مجيء المسيح، ده كان فيهم ناس فطاحل يعني، أي نعم غلابة وبسطة، لكن فيهم ناس حكمة وفي ناس فطاحل، وربنا مرضيش يكلمهم وبعت لهم أنبياء. وإحنا الغلابة التعبانين يجي يكلمنا بنفسه، يكلمنا بنفسه في ابنه. فعجبت الآباء قوي، هو ده موضوع الميلاد، عشان كده يحطوه في البوليس بتاع عيد الميلاد النهاردة، يقول بعدما كلم الله الآباء بالأنبياء اختارنا ميزنا جه لغاية عندنا سمعنا صوته بنفسه. بالأنبياء كانوا بيخبروا امتى يجي المسيح، والمسيح جاي بيقول انا هو اللي قالوا عليه. الانبياء كانوا يثبتوا ان المسيح حقيقه وجاي بالحقيقه، والمسيح جاي قال انا هو بالحق، انا الحق الحقاني، انا بالحقيقه هو اللي قالوا عليه. احنا بنتكلم على واحد غايب ولا واحد لسه هيجي ولا واحد مش معروف ولا واحد مبهوم؟ لا، دي شخصية حاضرة كل الأنبياء والسنين اللي فاتوا كانوا يشاوروا على شخصية، وجات الشخصية دي بنفسيها وستينا تكلمنا. أعظم حاجة في عيد الميلاد نفتخر بيها إن المسيح أصبح بنفسه وستينا يكلمنا شخصيا، مش محتاجة نبي ولا محتاجة رأي ولا محتاجة مفسر ولا محتاجة وسيط، جيب نفسه يكلمنا. في العهد القديم أبائنا العظام دول أوقات ربنا كيبعت لهم ملاك إنسان،
لكن ليه نحن يجي بنفسه يكلمنا ولغايه عندينا، وللخاطي قبل البار، وللضعيف قبل القوي، وللجاهل قبل الحكيم؟ ايه يا رب محبتك دي؟ بقى انت بتحبنا قوي كده ما تميز وتقف وسط الناس ببساطه وتكلمهم وتشاور على نفسك وتقول انا هو جيت. اعظم حاجه في عيد الميلاد زي ما اتفقنا يجي ربنا له المجد بنفسه ياخد شكلنا ويكلمنا. موضوع يكلمنا ده في اباء عملوا فيه ابحاث ازاي يكلمنا، ابحاث كبيره قوي، ناخد بس منها نقطه صغيره النهارده. مثلا لما نيجي نصلي في القداس نقول ايه؟ ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. سر التقوى ايه؟ هو سر التقوى ده، انت عايز تبقى تقي، عايز يبقى فيك المسيح، عايز يتولد فيك المسيح. ما احنا على المذبح هنا بنقول ايه؟ اخذ خبز. خد الخبز ده ليه؟ عشان يحوله جسده ويدينا ناكله. فبنقول هذا هو سر التقوى، السر العظيم. اي واحد فينا عايز يبقى تقي، عايز يبقى قديس، عايز يبقى ابن ربنا، يقرب من هذا السر. طب انا بقالي 60 سنة بتناول ولسه زي ما انا، يقول لي معلش معلش ما تخافش، ده سر، سر بينه وبينك، بس انت مؤمن؟ اقول له مؤمن يا رب. مصدق اللي انا هو؟ اقول له مصدق اللي انت هو. يعني هتسكن جوايا؟ يقول لي المفروض انا بسكن جواك، كل ما بتتناول بسكن جواك. طب ما كفايه مره، ما انت ضعيف ومش حاسس بيا، مش قادر تحس بوجودي، مش قادر تحس يعني ايه جسد ودم اكل واكل، مش قادر تفهمها بعقلك البسيط. فميدة دايما ناكل فيها، يقول ده سر التقوى، هديك الحياة وهديك النمو، بس قليلا قليلا، كل ما قرب منه بشوق وخوف واشتياق ورهبة وحب، كل ما احس بالعظمة دي نيجي في عيد الميلاد نقول له ده سر. يعني ايه المسيح يتولد على المسبح ويتولد فيا؟ هو بيتولد مرتين؟ لا، هو اتولد مرة واحدة بس، في سر بناخده للتجديد. لا مؤاخذة، يعني الطالب في المدرسة ممكن يدرس مادة من ساعة ما يخش الحضانة لغاية لما يخلص أكبر كلية مثلا، يعني مادة الحساب مثلا، بس كل مرة بياخدها بطريقة تانية، بفكر عالي، بنظريات مختلفة، بطرق جديدة، ويخلص ويقول ده أنا لسه ضعيف، لسه ضعيف. أي طبعا، إن في فلاسفة وفي ناس أبحروا في مادة واحدة ومخلصوش. فتخيلوا بقى لما مع فرق التشبيه نقعد ندرس سنين في مادة وفي الآخر نقول يا دوبك مش عارفين حاجة فيها. طب إزاي بقى المسيح يتولد فيا؟ يقول له ده سر. عايز تفهم يعني المسيح يتولد فيك؟ بصوا كده، تعالوا نفتكر كده يوم ميلاد السيد المسيح، يخبط على الأغنياء والناس العظماء، محدش فتح له باب، ما لقاش مكان بين العظمة والناس الكبارة والناس الأغنية، ما لقاش مكان. الست العذراء تقول أنا تعبان عايزة أولد، امشي يا ست امشي، النهاردة زحمة موت في المدينة، مش ليكي مكان. طب أي حتة الدارة فيها أي مكان، ما لقيتش غير مزود بقر، مزود بقر. والمسيح يتبسط قوي، يبقى مبسوط وفرحان، ومن فرحته يروح السحر الرعاة وهم نايمين سهرانين، يقول لهم روحوا في واحد اتولد في مزود بقر، ملك
ملك اتولد في مزود بقر، مش مكسوفين رعاء يا الملائكة؟ بقى الملائكة سما تتفتح وتقول المجد الله في الأعالي وعلى أرض السلام، وفي الناس مسرته فرحته إرادته كل الناس، وفي الآخر يقولوا للرعاة اتولد ملك في مزود بقر، انتوا مش مكسوفين يا ملائكة؟ والمسيح ده مش مكسوف، مفيش مكان لائق بيه. يقول أصل ده سر، سر سر، ما لقيتش بين العظمة والأغنياء مكان أخش جواهم، ما لقيتش مكان أقعد معاهم، فدورت على مزود بقر فيهم ناس بسطة، فتحونا المزود ورحبوا بينا واستضافونا وساعدونا بإمكانياتهم البسيطة جدا جدا، وأنا فرحان جدا فرحان. والملائكة تفتخر بيك وتشاور عليك، ده إيه العظمة دي يا رب؟ يقول مين فيكم يحب المسيح يتولد فيه؟ اقول ده انا وحش خالص. يقول يعني انت اوحش من مزود البقر؟ ايه رايكم، احنا اوحش ولا مزود البقر اوحش؟ هو طبعا مزود اقل بكتير، يعني معناها ايه؟ مش عايز اقول يعني احنا عظمه، احنا مكان مقدس، اخترنا وقدسنا وكلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه. انا عايز اخش يا ابني جوه قلبك تفتح لي. ده وحش خالص يا رب، ده كله قذاره ونجاسه، بس افتح افتح، انا عايز اخش. طب هتغيرني قوي قوي، بس ساعدني، اعمل اللي عليك وانا اعمل اللي عليا. حته جميله بحب اقولها كتير، لا بقى علمونا كده، اعمل اللي تعرف تعمله يساعدك في اللي ما تعرفش تعمله. طب اعرف اعمل ايه؟ اعرف اروح الكنيسه واقف وسط الطابور واقول لنفسي وقف دماغك شويه وصدق واسكت اسكت بقى، كل الناس دي بتتناول مش فاهمه وانت الفاهم، يعني ما تسكت شويه، ريح دماغك دي، قول اؤمن بالحقيقه وافتح له قلبك، يقول له مش فاهم حاجة، ده أنا وحش خالص، بس افتح افتح وروح وقف وسط الناس وقول واعمل اللي عليك. هو بقى السر العظيم ده الذي للتقوى ينمينا قليلا قليلا، يفهمنا شوية شوية، سر جميل قوي، يكلمنا في ابنه اللي ساكن فينا ولا واقف قدامنا ولا في السماء. ايه رأيكم؟ ثلاثة، فينا وقدامنا وفي السماء. الله يكلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فين ابنه ده؟ جوايا جوايا. يمكن مرة قلت لكم ان تجسد المسيح بنسميه إشراق، أشرق من مريم، يعني نور 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 من العذراء مريم على الجالسين في الظلمة. وأوقات نقولها نقول أظهر أظهر أو أظهر من العذراء مريم، لأنه كان موجود أصلا بس إحنا مش شايفينه، فكان يكلم الآباء والأنبياء بأمثال ورموز وتشبيهات، لكن لما جه يكلمنا أظهر ذاته، قال أنا المخفي صرت معلن، أنا الحاضر صرت واضح ظاهر. كنا زمان نقول المديحة بتاعة رتلو بتاعة قريب صالين دي بتاعة كياك، الله الأزلي قبل الأكوان أرسل ابنه الوحيد البر. اللي بقى ما عجبتهمش قالوا أرسل إيه؟ قالوا نحطها أزهر، فراح مغيرينها في طبعة جديدة جميلة قوي، يقول لك الله الأزلي قبل الأزهار أزهر ابنه الوحيد البار، أظهره أعلنه، كان موجود
بس ما كناش شايفينه، وكانوا الأنبياء اللي شايفين يقعدوا يشاوروا للناس والناس مش واخده بالها. موسى يمشي قدام عمود النار يقول لهم ده المسيح. مين المسيح ده يا أخويا؟ ده المسيح. مين المسيح ده؟ ده نور منور وسطينا ماشي معانا. مين اللي ماشي معانا ده؟ عمود نار تقول لي ماشي معانا شخص؟ شخص مين ده؟ انت عايز تفهمهاني بالعافية يعني؟ ما كانش قادر يدخلها في قلب الناس، ولا هو أصلا كان قادر يفهمها زي الناس. لكن لما جه المسيح بقى قال أنا عمود النار ده اللي كنت ماشي وسطيهم زمان، بيت ماشي وسطيكم، بيت ماشي فيكم. حتة جميلة يقول إيه؟ نور أشرق للصديقين وفرح لمستقيم القلوب. في أباء ترجموها نور زرع. زرع يتعمد الطفل الصغير، كنيسة تقول له هنزرع فيك النهاردة النور. هو النور بالزرع يا جماعة؟ أيوة، هنزرع في النور. عشان إيه بقى؟ بوسائط النعمة وبالجسد والدم وبالجهاد وبالصلاة الزرعة دي تبدأ تنمو قليلا قليلا، تفهم يعني إيه الله تجسد وتزرع جوايا، أظهر جوايا، أعلن قدامي، بقى قدامي ربنا له المجد، مش قادر أحسها. فالنور ده نزرعه في المعمد، والنور ده يظهر على المسبح، والنور ده يشرق في قلوبنا وعلينا، والنور دوت ينور عينينا وأفهمنا. لكن عشان ضعف البشر وخطيتنا التقيلة، بعد ما نفهم شوية تجينا مشكلة ننسى ونضلم. بس نبدأ بسرعة نفتكر الأيام بتاع الزمان، ده أنا حسيت النور مرة وشفته، ده النور الزرع جوايا أنا مش حاسس بيه. فاكر زمان لما حسيت وتفعلت في الصلاة وربنا وضح لك في الإنجيل وانت بتقرأ كده؟ فاكر؟ يبدأ الإنسان يسخن تاني ونطفي وينورنا تاني، ونطفي ونورنا تالت، ونطفي ورابع وعاشر، مش عايز يخلص ليه؟ أصل الموضوع كبير قوي. يعني إيه إله يتجسد ويحل فينا ويسكن وسطينا وناكله أكل؟ موضوع كبير قوي. عشان كده كنيسة ما تملش ولا تزهق من الكلام عنه، ونقول تعالوا قربوا. بعدما كلم أبائنا بالأنبياء اختارنا ميزنا، يكلمنا بنفسه دلوقتي، مش يطلع وسط الجبل وسط الناس الفقراء ويقول لهم تعالوا ورايا الجبل أقول لكم موعظة على الجبل. ده كانت بداية بس. لكن دلوقتي وسط كنيسته وسط شعبه نقول تعالوا كفوا بخوف امام الله. فين الله ده؟ ما يتكلم اهو، مش قلنا بيتكلم في ابنه ويكلمنا بشخصه؟ ما فين هيتكلم؟ فين؟ ما نسمع صوته في الانجيل اهو، مبارك الاتي باسم الرب. هو فين ده؟ هو اتي ما جه خلاص اهو، ما جه وسطينا. وبعدين يبدا يتكلم بنفسه، بس مش شايفينه بعينينا، نشوفه بايه؟ بقلبنا. وكل واحد فينا واقف يسمع الإنجيل يقول له سمعني صوتك، أنا عايز صوتك يبقى رسالة خاصة ليا النهاردة. عايز تقول لي إيه؟ إيه الرسالة بتاعتك النهاردة ليا؟ عايز تسمعني إيه بنفسك؟ وكل ما نقرب منه بثقة وبإيمان وبشوق وبلهفة نفهم. أم بنتونس مثلا حركته آية سمعها سنين، لكن المرة دي حسها إن هي بتاعته ولازم ينفذها بالحرف، فبدأ ينفذها بالحرف. وصله المسيح لإيه؟ كان يحلم أم بنتونس يبقى أول الرهبان وقائد رهبنا؟ كان يفكر فيها؟ أبدا أبدا. ودي رسالة مخصوص لي وبيشاور عليه هو شخصيا، ونسي كل الناس اللي في الكنيسة.
طلع من كنيسة ده قال لي، قال لك منين يا عم؟ يمكن الشيطان. قال بس كسكت سنة، يمكن فكر. سنة أنا مش ورايا حاجة، هجرب وهمشي وراه وهشوف. مصدق بدأ يتحرك سنة لغاية لما وصل لمرحلة، بس كل ما يمشي يقول له أنت اللي قلت لي، أنت اللي دعيتني، أنت اللي زقتني. عشان كده يمكن في التسبحة نقول حاجات قديمة قوي، بس طبعا الشاطر بياخدها على نفسه هو. لما نقول مثلا ايه، موسى خد الشعب وعبر بيهم، ده مش موسى، ده المسيح اللي خدنا من وسط العالم وعبر بينا بحر هذا الدنيا الغرقانة بالشر والخطية. نقول موسى ضرب الصخرة طلعت مية، نفكر فيها بطريقة تانية، ده المسيح بنفسه خلاهم يضربوا جنبه وطلع مية ودم نشرب منه سنين، مش 40 سنة في البرية، ده احنا بقالنا في عمرنا دلوقتي كم سنة بنشرب من جنب المسيح؟ 2022 ولا اكتر شوية، عمالين نشرب من نبع غير منقطع غير متوقف، عمال يسقي كل الناس، بقى أعظم الصخرة. علشان كده نصلي التسبيحة واحنا فاهمين احنا مش بنقول طلاسم، ولا بنقول مثلا ايه، سبحوا الرب يا جميع عتا الأشجار مثلا. الشجر فاهم بيحس، وانت يا إبراهيم مش حاسس بربنا بيكلمك؟ الأنهار بتصفق بأديها وبترقص قدام ربنا، وانت يا فلان مش حاسس بربنا وبترقص قدامه؟ طبيعة بتطيع وتقول له حاضر وتسمع كلامه، وانت لسه مش سامع كلامه وجيب نفسه يكلمك وحاضر قدامك، وجاء بنفسه بشخصه يكلمنا في هذه الأيام ولسه مش فاهم؟ بل الأشجار فهمت والأنهار فهمت وأنا مش فاهم. هو أنا لم أغزى غابي قوي كده؟ يقول أصل مليان خطايا، وكل ما اعترف ونظف وقرب كل ما ايه مخي ينور شوية وافهم، بس الموضوع كبير عن دماغي أكبر من دماغي. بعد ما كلم الأباء بالأنبياء جاء في هذه الأيام الأخيرة يكلمنا إيه؟ في ابنه، يكلمنا في شخصه. تعالوا نقرب من ربنا له المجد، ونقول له أنت يا يسوع المسيح اللي فتحت لنا السماء وفتحت لنا حضن الآب وعرفتنا على مين هو الآب ومين أنت. يقول أنا في الآب والآب فيا، من آمن بي لا يغزى، اللي يؤمن بي لا يعطش، اللي صدقني له حياة أبدية، اللي يكونني يحيا معايا للأبد. يا بيكلمنا بنفسه وإحنا لسه مش سامعينه. ربنا يدينا الأذان الصاغية والأذان النظيفة الصافية والقلب النقي الطاهر، عشان نقدر نسمع صوت ربنا يسوع المسيح اللي تجسد وحبنا واتضع من أجلنا ونزل يمشي وسطينا. نقول كده مشي وسط الناس كرؤوف ومحب البشر. ليه يا رب؟ عشان أسمع كل الناس صوتي، أخلي كل الناس تلمسني وتحسني وتقرب مني وتتمتع برؤياي. ممكن نشوفك؟ أيوة، أظهر لنا، ظهر. طب أنا ليه مش شايف؟ شوية هنروح بس نكشف عند بتاع النظارات ونغير العدسة يمكن نشوف. سهلة نروح عند أب الاعتراف ننظف شوية ونغير العدسة دي يمكن نشوف. نقرأ شوية في الإنجيل ونحاول نفهم تفسير الأباء اللي تفسروا يمكن عيننا تشوف. بس هو موجود ولا مش موجود؟ موجود. سهلة. بعدما كلم الأباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة إيه؟ في ابنه. يعني لا مؤاخذة، يعني إحنا أعظم من إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ كلمنا بنفسه، مفيش وسيط بيني وبينه. ايه رأيكم؟ فالتجسد دوت عيد الميلاد من اعظم
الأعياد اللي تحتفل بيها الكنيسة، لأنه تجسد أشرق جسديا أظهر وسطينا، انزرع فينا. ربنا يدينا نعمة وبركة له المجد. تفضلوا نصلي.